السلام عليكم. انا كنقدم لكم راسي، انا فاطمه من اكادير. انا كنطالب بالحق ديالي، انا مغربيه وكنطالب بالحق ديالي. هذا السيد محامي لهيئه اكادير راه تكرفص عليا بزاف، راه من 2015 لدابا انا كنتكرفص. هذا السيد قطع عليا الظلمه، اول نهار الاول باغي يتحرش بيا ما بغيتش، ومشى قطع عليا الظلمه ومشى دار ليا الافراغ، وديك الكونطرا ديالي فيها مستودع والدار ما كايناش في البلان، هي مزيوده. وكيقول لهم راه درت ليها باش تحط حوايجها. انا ماشي حاطه حوايجي، انا جيت اساسا باش نسكن نهار الاول، ما جيتش بانني نحط حوايجي. هو في المحكمه كيقول لهم راه السيده درت ليها باش تحط حوايجها، ما درتش ليها باش تسكن، حيت الدار ما كايناش في البلان، ما كايناش في البلان نهائيا، ما هي زادوها. ودابا المشكله فاش كنشد المحامي ما كيخليش ليا المحامين ديالي، لا الاول لا دابا الاول، ورجعت عاوتاني شدي الثاني. المشكل ديالي ما بغاش يتفك من 2015، من 2015 حتى دابا حتى 2021. انا ما نقدرش نسالي المشكل ديالي، حيت اللي كنمشي عنده كيقول لي ما نقدرش نشد لك الملف ديالك. المحامي اللي كنمشي عنده، واحد الجمعيه صيفطتني لواحد المحامي، واحد المحاميه قالت لي راه ما نقدرش نشد لك ما نقدرش نشد لك الملف ديالك، حيت انت عندك المشكل مع المحامي، ما نقدرش ناخذ لك الملف ديالك. وكنطالب من القانون ومن سيدنا الله ينصرو باش يعطيني حقي، حيت انايا ما عنديش اختيار. مشيت لحقوق انسان، مشيت مع ما كايناش شي جمعيه اللي بغات توقف معايا في المغرب، ما كايناش. انا وليت في واحد انا وصلت واحد الحاله لا يرثى لها، لا عرفتي، راه حتى وصلت للانتحار، حتى بغيت نقتل راسي. وعيت كنعيط للسيد الوكيل كنقول له انا راه الا ما فكيتيش لي المشكله راه غادي صافي، راه وصلت في الانتحار، ما بقيتش عاقل على راسي. هاد السيد ما المحامي كيحرش على العس، يحرش عليا العساسه ويحرش، ما لقيتش راحتي. هو باغي يخرجني باش ما كان، وانا كريت من 2007 وكاري رخيص ب 900 درهم، ما نقدرش مازال نلقى ديك الدار ب 900 درهم. هو باش يخويني باش ما كان، ودابا الدار عندي كلها كطيح كلها كتريب، ما لقيتش الحل. حرش عليا الشيخ وحرش عليا القايد. فاش كنمشي نطالب شي وثيقه من المقاطعه، مشيت طلبت شهاده السكنه والشيخ دار فيا، قال لي ما نصيبش، وشاف لاكارت ديالي في داك الادريس، عندي شهاده السكنه في داك الادريس فين ساكنه، وشافني الشيخ قال لي شوفي ما نقدرش ندير لك، انت ساكنه هنا ما نقدرش ندير لك شهاده السكنه. ودابا عندي جوج ملفات في الاداريه، المحكمه الاداريه كيترفضوا لي، ما عرفتش علاش. الاول والثاني ترفض ليا عاوتاني، ودابا تقريبا 3 شهور 4 شهور هذه كنتسنى من المحكمه الاداريه باش تعطيني حقي في شهاده السكنه، ما خديتهاش. حيت علاش هذا السبب كله من هذا المحامي، يحرش عليا المحامي، ما يخليهمش يشدوا لي القضيه ديالي، ما يخليهمش يشدوا لي القضيه ديالي، والشيخ ما يخليهش يعطيني شهاده السكنه، والقائد ما بغاش كاع شافني هكا وما بغاش كاع يستقبلني. هذا القائد ديالنا حنايا اكادير الباطوال، والشيخ حتى هو وكذلك ما بغاش يتلقى معايا، كيشوفني كيبدا يقول لي شي هضره خايبه، وهذا كندوز علاش هذا كيحرشهم، ما خلاش كلشي. هذا السيد محامي لهيئه اكادير كنطالب من الحق ديالي. عاشر سيدنا، الا كاين شي حق في المغرب، انا مغربيه، انا مظلومه. سيدنا الله ينصرو سيدنا محمد السادس، الله ينصره، الله يخلي لينا، والله يطول عمره. انا كنطالب بالحق ديالي، انا راه ظلمت بزاف، انا واصله للانتحار، كنطالب الا كاين شي حق في المغرب خصو يكون. راه هذا الشيء بزاف، راه هذا السيد راه خرج عليا معنيا وماديا. هذا السيد خارج عليا، يحرش عليا العساسه ديال العماره والجيران والخدامه ديالو، عرفتي، وليت والناس كيقولوها لي حدا العماره، كيقولوا لي راه عندك عصابه، راه شي غير غيقتلوك، ردي بال راسك، ما تدخليش عندك شي وحده تهضر معاك ولا تقدر دير لك شي حاجه في الكاس، ولا يقدر يحرشوا عليك شي وحده، كيقولوا لي ردي البال. انا وليت في الخطر، انا بوحدي كنسكن في الدار، ما معايا لا خويا لا حتى، ما معايا لا العائله ديالي لا حتى واحد، معايا سيدي ربي هو اللي كاين.
وكان طالب استعاذة أخنوش الله يوقف معي يوقف معي حتى هو إلا كيسمعني، وسيدنا الله ينصرو الله يطول عمره يوقف معايا. راه أنا عييت من هاد المحامي لهاية أكادير، راه عذبني ودرت الشكاية للنقيب، درتها ودرتها جوج مرات للنقيب وما مازال ما كاينش والو. المحامي ديالي الأول تنازل ليا قال لي أنا ما نقدرش، قال لي صافي أنا بغيت نصاحب هاد السيد كيبرصني كيجي عندي البيرو كيصيفط لي ستاجيرات ديالو وكيمشي كيتلقى معايا في المحكمة. قال لي هاد السيد ما خلانيش، قال لي قال لي صافي أنا بغيت نتنازل لك. شديت عنده تنازل وديتها لمحامي آخر، قال لي صافي، قال لي واش أنت خدامة؟ قلت لي لا أنا ما خداماش. قال لي أنا غادي نتعاون معاك. صافي قال لي أنا غنتعاون معاك. شد لي الملفات وفعلا ربح لي جوج ملفات ديالي. ومن بعد آخر مرة قال لي واش أنت ما عييتيش من المحكمة؟ واش ما بغيتيش تسامحي لذاك السيد؟ تلقاي معاه تسامحي لي. قلت لي أنا واش هاد السيد كيعذبني من 2015 وخسرت فلوسي وخسرت صحتي وفيا ونوض فيا الأعصاب ومريضة وواصلات فيا لفه واصله فيا القضيه لفه وانا صابره 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 بزاف. ولكن راه ايش كي بنادم كيصبر كيصبر حتى واحد النهار كيجي ما بقاش كيصبر ولا كيتفقد الصبر. داك النهار صبرت عييت وعلقت القنبه وبيت نقتل راسي، ما بقيتش عاقل على راسي اش كندير.